هذه الصورة لي في تقريبا في منطقة الأحساء، وكانت يعني أثناء برنامج اسمه الدراسات الحقلية. في هذا البرنامج الجميل أخذنا معنا حوالي 250 طالب وطالبة، واتجهنا تقريبا 90 كيلو أو 80 كيلو تقريبا شرق الأحساء، شرق أو شرق جنوب، إلى بحيرة كبيرة موجودة هناك. وكان معنا مجموعة من الدكاترة، وأجرينا بحوث على النباتات الموجودة في هذه البحيرة. كان لقاء جدا جميلا بالنسبة للطلاب، لأن كان الطلاب فيه من مختلف مدن المملكة حضروا، وأبهروا الدكاترة في الجامعة بمستوى الطلاب. يعني هم متوقعين طلاب أي كلام، لكن هؤلاء الطلاب طلاب دربوا على مهارات البحث العلمي. ف يعني أنا أذكر أن بعض الدكاترة وقتها كان يعني يتكلم منشد مبين، يقول يعني هذه ندرسها نحن عندنا في الجامعة، يعني الأسس هذه، هذه أصلا هم عندهم برامج موجودة في الكمبيوتر ويسيرون عليها ويطبقون، وهؤلاء مشروع إعداد علماء المستقبل.